أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا ترأسه لمجموعة 77 زائد الصين كان لها أهمية كبيرة، وكان هناك العديد من الرسائل في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا خلال ترأسه وترأس مصر لمجموعة 77 زائد الصين. طبعا مجموعة 77 بتمثل 80% تقريبا من سكان العالم، والرئيس في كلمته خلال افتتاح أعمال هذه القمة أكد على مجموعة من النقاط غاية في الأهمية، منها ما يتعلق بالفقر وضرورة محاربة الفقر، وأيضا ضرورة إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، وأنه أي جهود بتبذل في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن تنجح من دون توفير التمويل اللازم لتحقيق هذه التنمية. للحديث بشكل أكثر تفصيلا مشاهدينا حول رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديدا أيضا خلال ترأس مصر لمجموعة 77 زائد الصين، يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. أهلا بك يا أستاذ صلاح. أهلا بك يا فندم. صباح النور وأهلا بحضرتك، نورتنا. اسمح لنا قبل ما نبتدي حديثنا مع حضرتك بشيء من التفصيل نخرج لتقرير نتعرف فيه على أبرز ما جاء في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأس مصر المجموعة 77 زائد الصين. خلال كلمته في الاجتماع 42 لوزراء خارجية مجموعة دول 77 والصين في نيويورك، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر خلال رئاستها الحالية للمجموعة على دفع الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية للدول الأعضاء. وقال الرئيس السيسي إن الأهداف الاقتصادية للمجموعة تكمن في ضرورة استمرار قضية القضاء على الفقر كأولوية وهدف أسمى تتجه إليه جهود المجموعة. وبينما طلعت مصر بدور ريادي لتأسيس هذه المجموعة في منتصف عقد الستينات من القرن الماضي، ما زالت بعد نصف قرن من الزمان في طليعة الداعمين للحركة، فمبادئ السياسة الخارجية المصرية تشمل تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب بهدف جعل النظام الدولي أكثر إنصافا وعدالة، وأن تظل أولوية القضاء على الفقر بمثابة الهدف الأسمى الذي تتجه إليه جهودنا المشتركة. وقال الرئيس السيسي إن أعضاء المجموعة انتخبوا بالإجماع دولة فلسطين رئيسا للمجموعة للعام 2019، مشيرا إلى أن مراسم تسلم الرئاسة ستتم في الأول من يناير المقبل. أهنئكم أخي الرئيس محمود عباس على تولي فلسطين لرئاسة مجموعة 77 خلال العام القادم، وأؤكد لكم أن مصر وجميع الدول الأعضاء بالمجموعة ستكون داعمة لكم ولرئاستكم التي نثق في اطلاعكم بما بها بحكمة واقتدار ومسؤولية تجاه مصالح كل الدول الأعضاء، وشكرا. وجاءت مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع مجموعة دول 77 والصين على هامش مشاركته في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي ألقى خلالها الرئيس كلمة أمام قادة دول العالم استعرض فيها رؤية مصر لتطوير المنظمة الدولية وتطورات الأوضاع في العديد من دول المنطقة. كما ألقى الرئيس السيسي كلمة خلال قمة نيلسون مانديلا للسلام أكد فيها دعم مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدوليين، فضلا عن إلقاء سيادته كلمة في الاجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ. وخلال زيارته إلى نيويورك التقى كذلك الرئيس السيسي بلفيف من رؤساء وزعماء وقادة دول العالم، كان أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقمة المصرية الأمريكية الخامسة بين الرئيسين.
إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا نشاط دبلوماسي مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في حوارنا نحن بصدد تحديدا مشاركة مصر ورئاستها لمجموعة 77 والصين، وأيضا ما قدمته مصر من رسائل في خطاب الرئيس خلال افتتاح هذه القمة. نجدد الترحيب بالدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم. بنرحب بحضرتك من جديد دكتور صلاح. بداية، أهمية رئاسة مصر لمجموعة 77 كيف تقيمها، وأيضا ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي من أهمية التنمية وإعطائها الأولوية في الدول النامية من قبل الأمم المتحدة ومجموعة 77 والصين؟ طبعا بس في البداية كنت عايز أشيد طبعا بكلمة وجرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور القوي لدولة مصر في الجمعية اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وكانت هذه الكلمة تحمل الكثير من الرسائل والانتقادات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفيها أن الجمعية العامة خرجت عن السياق الحقيقي التي أنشئت من أجله، وهو مواجهة مشكلة الفقر وتحقيق العدالة بين دول العالم والتنمية. وكانت هناك دعوة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمعية العامة أن تعود الأمم المتحدة إلى الدور الحقيقي الذي تبنته منذ قيامها، وهو تحقيق التنمية ومواجهة الفقر وتحقيق التوازن وتكافؤ الفرص ما بين دول الجنوب وما دول الشمال. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية عايز كمان أوضح للمشاهد، ده يعني مجموعة 77 دي أنشئت سنة 1964، وكان لمصر دور كبير جدا في إنشاء هذه المجموعة. كانت تضم حوالي 77 دولة، أصبحت الآن 130 دولة بتنضم إلى هذه المجموعة بالإضافة إلى الصين. يعني كانت اسمها مجموعة 77، لكن هي مش 77 دولة، بتضم حوالي 130 دولة تنضوي تحت هذه المظلة. مصر لعبت دور كبير جدا وقوي في نشأة هذه المجموعة سنة 64، ولكن دور هذه المجموعة تراجع وتفاعل. لكن كدأب الرئيس عبد الفتاح السيسي أراد أن يحيي الموتى، خاصة في الهياكل الدولية المرتبطة بالدول الفقيرة ودول العالم الثالث، خاصة أن هذه الكيانات تلعب دورا قويا في الضغط على الكيانات الكبرى زي الأمم المتحدة، باعتبار أن هذه المجموعة 130 دولة بتمثل حوالي ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة. نعم. وبالتالي هي نقطة قوية جدا، وتمثل حوالي 60% من سكان العالم. ده هذه الأرقام الحقيقية، وطبعا هناك بزيادة طبعا وصلت إلى حوالي 80%، لكن من 60 إلى 80% طبعا رقم كبير جدا من هذه السكان بتمثل أكبر مساحة أو أكبر كتلة استهلاكية في العالم، وبالتالي أن الدول الشمال لا تستطيع أن تحقق التنمية دون الرجوع إلى هذه الدول. أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يبين قوة هذه المجموعة الأمم المتحدة وإعادة إحيائها من جديد، وأن هذه المجموعة ربما تمثل أداة ضغط قوية على الأمم المتحدة إن لم تعود الأمم المتحدة إلى دورها الحقيقي في تحقيق مشكلة في مواجهة مشكلة الفقر وتحقيق التنمية. وركز على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو مواجهة الفقر وتحقيق التنمية باعتباره واجب حقيقي لهذه الأمم، ولابد أن يتم من خلال توفير التمويل اللازم لدعم التنمية، خاصة أن معظم المشكلات البيئية والاجتماعية المرتبطة بالدول المتقدمة تؤثر في دول الجنوب، وأنه لم يعد الآن العالم يتحدث عن دول عالم أول وعالم ثاني وعالم ثالث، لا، بل تبزغ التكنولوجيا المتقدمة التي حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها هذه التكنولوجيا التي أنتجها العالم الأول أو دول الشمال بدأت تؤثر سلبا على معدل البطالة، ارتفاع معدلات البطالة. صحيح. والفقر في دول العالم الثالث، وبالتالي إذا كنتم قد أنتجتم هذه التكنولوجيا البازغة لابد أن كمان تشاركوا في مواجهة هذه المشكلات، قائلا إن لم تعترف الأمم الدول الشمال أو الدول القوية بأنها سببا أساسيا في المشكلات في دول العالم الثالث فهي جزء من المشكلة. يعني لابد أنت إن لم تعترف بأنها جزء من الحل فهي جزء من المشكلة، خاصة أنه دول العالم الثالث تعاني من الأزمات الكبرى التي صدرتها الدول المتقدمة إلى دول العالم الثالث. هو اللافت للنظر بالفعل دكتور صلاح أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الكل أمام مسؤولياته ولمس نقاط غاية في الأهمية وقالها. نعم. أيضا بشكل واضح. نعم. بعد أن تحدث عن الفقر وأهمية مواجهة هذا الفقر وتحقيق التنمية في الدول، تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وأيضا التحولات السياسية والاقتصادية اللي كان ليها تأثيراتها على دول الجنوب،
وقع هذه الكلمات وصداها كيف رصدته؟ أنا بس كنت قلت نقطة، كنت عايز أتكلم النقطة الثانية حضرتك. طب اتفضل. النقطة الأولى إن إحنا توفير التمويل اللازم للتنمية، وطبعا من خلال تحمل الدول القوية أو الدول الكبرى مسؤوليتها تجاه دول الجنوب. العامل الثاني هو تهيئة المناخ لتدفق أموال المتعلقة بالتنمية دون شروط. يعني نحن أولى باحتياجاتنا الحقيقية للتنمية، ولا يجب أن تكون المعونات الأجنبية أو المعونات التي تأتي من الدول الكبرى إلى دول العالم الثالث لابد لا يجب أن تكون مشروطة، بل يجب أن تنبع هذه الخطط والبرامج والمشروعات من هذه الدول الفقيرة، لأن هي التي تعاني بشكل حقيقي وهي التي أعلم وأدرى بكيفية حل هذه المشكلات ومتطلباتها من خلال تهيئة المناخ الكامل. طبعا في معوقات كبيرة جدا وتحديات طبعا بتمارسها الدول الكبرى خاصة فيما يتعلق بالتمويل ومشروطيات ربما لا تجعل التمويل الذي يأتي يسير في الاتجاه الحقيقي وهو خروج هذه الدول من أزمات الحقيقية. العنصر بقى الأهم بقى بعد العنصرين دول وهو التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص، أنه هذه الدول يجب على الدول الكبرى والأمم المتحدة راعية لهذا الشرط بالتحديد أن تقر مبدأ تكافؤ الفرص ما بين دول الجنوب ودول الشمال، تكافؤ الفرص في تحقيق التنمية، تكافؤ الفرص في تحقيق التنمية، بحيث أن كل دولة يبقى متاح لها أنها تشارك في عملية التنمية العالمية، مش الاستيراد من دولة معينة وفرض مشروطيات لدولة معينة ودول أخرى طبعا تتحمل التصدير والحفاظ على معدل نمو منخفض خلال سنوات كثيرة. طبعا ده مبدأ كانت مطالبة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. الكثير من النقاط كيف يقرأها العالم هي طبعا مصر جاءت بعد بليفيا، وطبعا التمهيد لولاية فلسطين والاعتراف بدولة فلسطين برضو كان من الكلمات القوية التي أعلنها رئيس الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة، مؤكدا على أنه لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط ولا دول الجنوب ولا هذه المجموعة دون الاعتراف بدولة فلسطين التي عاصمتها القدس، وأنه مهد لقيام أن تتولى دولة فلسطين رئاسة المجموعة 77 في 2019. اتكلم على أنه مصر كمان سوف تستضيف في الأيام القادمة في 2019 في نوفمبر القادم أعتقد المؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وكان قبل كده شارك في التغيرات المناخية اللي صحيح. كمان دول العالم دول الجنوب تتأثر بشكل أو بآخر من هذه الظاهرة التي صدرتها الدول المتقدمة. تكلم على أنه مصر الآن لما يتحدث أنه مؤتمر تستضيف مؤتمر للأمم المتحدة عن التنوع البيولوجي معناها أنه مصر بدأت تتمتع بأعلى درجات الاستقرار الأمني والاستقرار صحيح. الاقتصادي في نفس التوقيت. في نفس التوقيت مصر أعلنت عن إيقاف استيراد الغاز الطبيعي وأنها حققت الاكتفاء الذاتي، وبالتالي أن مصر بدأت تحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الصناعي، وبدأت كمان تحقق نوع من الاستقرار الأمني الذي يجعلها تستضيف اجتماعا كبيرا للأمم المتحدة في شرم الشيخ في نوفمبر القادم إن شاء الله. فهو يعني تكلم بقوة وبين للعالم عظمة هذه المجموعة. يعني كمان ما ننساش كمان يا أستاذ نرمين أنه مصر شاركت في البنك التمويل الأسيوي اللي هو مع الصين صحيح. ودفعنا العلم. فمصر بدأت تتحرك مع دول الجنوب للتأكيد على أن هناك ليس هناك عالم أول ولا عالم ثاني ولا عالم ثالث، هناك دول متكافئة الفرص على مستوى العالم، ولابد لدول الجنوب أن تأخذ فرصتها الكاملة في تحقيق أعلى معدلات التنمية، ولن يتم ذلك دون مواجهة الفقر ورفع معدلات التنمية. تكلم عن 2030 هذه الخطة العملاقة الرؤية العملاقة لمصر التي تحقق من خلالها معدلات التنمية، وإحنا متوقعين أن معدل النمو يصل حوالي 5.8 يعني في الأيام في السنوات القادمة إن شاء الله. على فكرة دائما إحنا بنتوقع نقول 5.8، يعني أنا شايف أنه إن شاء الله بهذه السرعة الفائقة في معدلات التنمية ربما تصل مصر إلى أعلى من ذلك، ممكن نوصل إلى 7.7 كما حدث في 2010، ممكن نصل لأنه بنأمل إن شاء الله. إحنا كنا بنقول هنحقق اكتفاء ذاتي في الغاز في 2020، طب لو إحنا حققناه في آخر 2018 أهو يعني قبلها بسنتين يعني بالضبط حصل معدلات في اكتفاء ذاتي في الانتاج الداجني، اكتفاء ذاتي في معدل في البيض، بدأت الانتاج الحيواني زاد حوالي طيب كان في نقطة برضو مهمة معلش دكتور صلاح خليني يعني أتناقش فيها مع حضرتك، وهي خلال برضو خطاب الرئيس وحديثه بنفس الشفافية والوضوح أعلن إنه مجموعة 77 والصين بيتعين عليها تحديد رؤية مشتركة إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة البطالة تحديدا وخاصة
للشباب يعني بما بيمكن من تناول هذه القضية في المحافل الدولية المعنية، ووضع أيضا الجميع مرة أخرى أمام مسؤولياته لإيجاد حلول مشتركة لحل هذه المشكلة، مشكلة الشباب وإصلاح هذا الخلل أو البطالة في فئة الشباب اللي بيؤدي كذلك أو هو سبب من أسباب الهجرة غير الشرعية. يعني كيف يمكن من خلال هذه الاطروحات اللي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي إيجاد حلول أو وضع تصورات لهذه المشكلة، مشكلة البطالة ومن ثم الهجرة غير الشرعية؟ هو طبعا كلمة الرئيس كانت موجزة، يعني لم يتحدث بالتفصيل عن كل هذه الملفات، ولكنه أشار على أنه مصر قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع قضايا الشباب خلال المؤتمر الثانوي هي وسماع رؤى الشباب ومحاولة تنفيذها بالقدر الكبير، وخاصة تكلم عن المرأة وقال أن المرأة بدأت تشغل حوالي تحمل 25% من الحقائب الوزارية و15% في البرلمان تكلم عن ذلك، وقال أن هذه القضايا كمان ليست قضايا محلية ولا إقليمية إنما هي قضايا دولية لكن عالمية. تكلم عن قضايا الشباب والبطالة والفقر في ضوء الحديث عن التكنولوجيا البزغة وأثرها على ارتفاع معدلات البطالة، لأنه طبعا احنا عارفين أن الآلة تؤدي إلى الاستغناء عن صفوف كبيرة جدا من الطبقة العاملة وتسريحها، وبالتالي ارتفاع معدلات التعطل عن العمل أو ارتفاع معدلات البطالة. فهو أكد إذا كان هناك تكنولوجيا يتم تصديرها إلى دول الجنوب، لماذا لا تتحمل دول الشمال كافة المسؤولية في مواجهة المشكلات المترتبة عن استخدام هذه التكنولوجيا؟ كما تحدثنا عن يعني قبل ذلك عن دور الدول الشمال في تحمل تبعاتها تجاه زر التغيرات المناخية، التغيرات المناخية التي تؤدت إلى الإفقار إلى حد كبير جدا، تؤدي إلى التصحر وطبعا إنتاج الغذائي بدأ أنه يقل، مشكلة الجوع المائي والجوع والأمن الغذائي يعني مشكلة كبيرة جدا، فتحملت الدول الكبرى مسؤوليتها وبدأت تقدم كثير من التمويل اللازم لدعم هذه القضايا في دول الجنوب. وأيضا يركز على أن قضيتنا الحقيقية هي قضية الفقر والتنمية، وأنه لا يستطيع أن يستقر العالم في الشمال أو العالم بشكل أكبر دون مواجهة هذه المشكلة التي بدت تؤرق الأنظمة الحاكمة في دول الجنوب، وأيضا تؤرق الشعوب والتي تظهر بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر التي تتزايد يوما بعد الآخر، وأيضا ارتفاع معدلات البطالة. طبعا ده من خلال وضع رؤى من خلال 77 حضرتك في مؤتمر الدوحة ومؤتمر اسطنبول حتى في الدورة 14 التي كانت في 2014، دي كانت آخر دورة قبل تولي مصر رئاسة هذه المجموعة، كان هناك مجموعة من التوصيات التي تحاول جمع هذه القوة الدولية الكبيرة للضغط على العالم في تحقيق مطالبه فيما يتعلق بالتنمية الشاملة وخاصة ومعدلات التنمية المستدامة. ويمكن الرئيس حريص على أنه يحضر ويشارك في كافة المحافل التي تتحدث عن التنمية المستدامة والتنمية الشاملة والتغيرات المناخية، بيحضر بنفسه ويكون لمصر دور كبير جدا وقوي. هناك بيان الدوحة الذي كان في 2014 الذي تحدث عن اجتماع الوزراء المعنيين بالدول 77 وتحدث عن كل هذه الملفات وشكل رؤية حقيقية وطالب بتنفيذ كبير جدا لهذه الخطوات. إذن مصر دولة بحجم مصر بدأت أنها تعيد إحياء هذه المجموعة بعد أن اختفت لفترات سنوية طويلة، وتجمعها وتعبئتها وتوحيد الرؤى الواضحة لمواجهة المشكلات المرتبطة. يمكن بدأت بالبنك الآسيوي مع الصين والتي يجمع عدد كبير من الدول، أعتقد كان حوالي بدأت 15 دولة، أتصور أن العدد كمان حيزيد شوية بشوية بحيث أنه نستطيع أن نواجه مشكلات البنية التحتية اللي طبعا لها دور كبير جدا في طبعا تهيئة المناخ للتصنيع والإنتاج والاستثمار، ومن ثم مواجهة مشكلة الفقر وتحقيق معدلات التنمية. طيب بعد إعادة إحياء مصر لهذه المجموعة دكتور صلاح، المنتظر أو المأمول من المجموعة أن تقوم به من خطوات عملية على أرض الواقع في الفترة القادمة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة للدول وأيضا القضاء على الفقر؟ يعني مصر كمان تتوقع أنها ترأس الاتحاد الأفريقي، يعني احنا بس عندنا أكثر من فرص يعني بالنسبة لمصر، يعني لازم نقول لازم نتفائل كمان لأنه هناك أكثر من فرصة. يعني احنا ننتظر رئاسة الاتحاد الأفريقي، رئاسة المجموعة 77 تنتهي في نهاية 2019، إذن من خلال موقع مصر الاستراتيجي سواء في رئاستها للكثير من الكيانات وعضويتها الفاعلة في كثير من الكيانات الأخرى، ربما تحدث تغيرات نوعية في العلاقات ما بين دول الجنوب ودول الشمال مع
مش بس مصر بتفكر في نفسها، مصر بتفكر بدورها بشكل أكبر في الارتقاء بدول الجوار. اتكلم عن ليبيا، اتكلم عن المغرب، اتكلم عن فلسطين، اتكلم عن سوريا، اتكلم عن اليمن، أن هذه الدول لا تستطيع مصر أن تحقق التنمية وحدها دون النهوض بكافة هذه الدول. إذ مصر تعيد مرة أخرى لفكرة الستينيات، وهي إعادة الصوت المصري القوي في التعبير عن قضايا الجنوب. يمكن إحنا كنا بنشاهد التلفزيون وبنشوف ويتكلم عن الملف الليبي، وشفنا إزاي كان الممثل الليبي كان في إنصات شديد جدا وموافقة على كل الكلام الذي نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكأن الرئيس كان مفوضا من دول الجنوب للحديث عن قضاياهم الحقيقية والتعبير عن مطالبهم من العالم، وخاصة الأمم المتحدة، لطبعا مطالبهم المشروعة طبعاً. إذا كانت الأمم المتحدة طبعا فعلا تطلع بدورها الحقيقي في مواجهة الفقر وارتفاع معدلات التنمية دون شروط، هي الفكرة دون شروط. لأنه طبعا وأعتقد أن الرئيس أكد على فكرة دون شروط، لأنه دون شروط طبعا هذه المشروطيات التي تضعها الأمم المتحدة أو هذه الدول المانحة ربما تجعل الأموال المخصصة للتنمية تذهب في مجالات أخرى ربما كانت داعمة في كثير من الأحيان لارتفاع معدلات الإرهاب والتطرف اللي مصر كانت تحارب نيابة عن العالم في مواجهته في منطقة الشرق الأوسط. طيب دكتور صلاح، عايزة أرصد مع حضرتك أوجه الاختلاف في مشاركة مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار الدورات الأربع اللي فاتت. يعني مصر مشاركة في اجتماعات هذه الجمعية من 2014 وهذه المرة الرابعة. كيف رصدت الاختلاف بداية في الخطاب الرئاسي اللي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من 2014 وحتى 2018؟ هو سؤال مهم درمين، حقيقة أحييك على هذا السؤال، يعني لأنه يعني فكر هذا التغير ده بيدل على تطور الوضع المصري بالزبط. يعني يدل فكرة الجرأة والشجاعة والثقة بالنفس. وإحنا كنا بنطالب، دلوقتي بننتقد. يعني كنا الأول بنطلب لنا حاجات على مستوى واحنا في الاول كنا بنشرح كمان على مستوى مصر، وكنا بنشرح الوضع في البلد، ونحاول نكسب شرعيه العالم وتضامنه مع القضايا المصريه. كان الحديث كمان كان كبير عن التطرف الان والارهاب. الان الحديث يمكن لو احنا لاحظنا نلاقي الحديث عن التطرف والارهاب كان يعني جمله عابره في وسط الكلام. الحديث كله عن التنميه. مصر بعد ثورتين كبيرتين كادوا ان يطيحوا بكل مكتسبات التنمية، الآن تتحدث عن التنمية وتتحدث عن الاكتفاء الذاتي وتتكلم بصوت مش صوت مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط عن دول الجنوب. بشكل كبير جدا. ثقة الرئيس في هذا الخطاب، انتقاده الصريح والواضح والشفافية بمنتهى القوة لبرامج الأمم المتحدة، وأنها خرجت عن مسارها الحقيقي والمطالبة بعودتها معتمدا على الكتلة الدولية التي ترأستها طبعا مصر خلال العامين دول. وكمان التوقع بدأ يعني يلوح بأن هناك رئاسة مرتقبة للاتحاد الأفريقي، وأن مصر كمان مصرة على المضي قدما نحو تحقيق التنمية والدفاع عن أشقائها العرب وأشقائها في منطقة في دول الجنوب. وأنه أعتقد أن الصيحات القادمة كما قلت سابقا أنه لا يصبح هناك عالم أول وعالم ثاني، نحن نمثل تلتين الأمم المتحدة. وبالتالي أن صوتنا قوي وصوت كبير. لو اتحدت هذه المجموعات ومثلت جماعة ضغط على الأمم المتحدة، أتصور أنه الكثير من المشاكل المتعلقة والعالقة في الأمم المتحدة ربما في دول الجنوب ربما تحل في أسرع وقت. لأنه خلي بالك أن معظم المشكلات بتبقى مشكلات سياسية المتعلقة بقرارات. لو هذه الدول شعرت بقوة هذه الدول وفكرة الإنصاف والعدالة، يعني حينما يطالب الرئيس بأن تكون سياسات المتحدة سياسات عادلة. ومنصفة، يعني بمنتهى القوة في عقل دار كما يقولون، يطالبهم بالإنصاف والعدالة، وبالتالي أنكم يعني السياسات غير عادلة هي التي لا توزع مكتسبات التنمية بشكل عادل. أنتم تأخذون ولا تعطون لهذه الدول، وما تعطونه لهم هو عطاء مشروط. وبالتالي لا يحقق أهدافه. انتقد بمنتهى القوة جرأة مصر، الثقة بالنفس، الانتقادات القوية الشفافية، التعبير عن كتلة كبيرة جدا من العالم. الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر كان موفقا، لأنه لأول مرة، مش عايز أقول بس من السبعينيات، من قبل السبعينيات، لأول مرة رئيس مصري يعود لإحياء الصوت المصري من جديد ويتكلم ليس فقط عن مصر ولكن عن صوت
العالم أو صوت دول الجنوب من عهد عبد الناصر ما شفناش هذا الكلام. وربما تزامن هذا الموضوع مع ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر أنه إحياء لهذه الزعامة العربية، ولكن الآن تجاوزت الزعامة العربية وبدأ الحديث عن دول الجنوب. أنا عايز بعبر عن سعادتي يعني الشخصية بهذا الخطاب الذي تبعته عن كسب حقيقي وعن اهتمام، وسعدت أيما سعادة بأن الرئيس تجاوزنا مشكلة الحديث عن المحلية وعن الإقليمية وبدأنا نتحدث بصوت دول الجنوب، وإن شاء الله في الأيام القادمة تصبح لمصر صوتا عالميا يعني بنفس القوة يعني التي تحدث بها دول الشمال. وسوف نقضي على هذه الفكرة، فكرة الصين بقى بالإضافة إلى 77 والصين. أنت عارفة دلوقتي أنه مش هيبقى في جوجل لأمريكا، هيبقى في جوجل للصيني، وهتبقى في وسائل يعني مش دولة معينة هتحتكر التكنولوجيا في العالم ولا تحتكر الاقتصاد السياسات المالية. ويطالب الدول الشمال بتعديل السياسات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، السياسات المرتبطة بالسياسات المالية، لأن دول الأزمة الاقتصادية في دول أوروبا بتؤثر عن الأزمة في دول الجنوب. فلماذا لا تتحمل دول الشمال هذه الأزمات التي نتحملها جراء هذه السياسات الخاطئة؟ هو مطالبة حقيقية وعادلة بعدالة هذه السياسات حتى لا يتأثر دول الجنوب بما يحدث في دول الشمال. طيب بالإضافة طبعا للخطابات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل هذه الاجتماعات، لقاءاته كمان اللقاءات طبعا. عايزين نتكلم عن اللقاءات، سواء طبعا لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في دقيقة بس سريعا لأن وقتنا انتهى برضو، كيف تابعت هذه اللقاءات؟ طبعا هذا مرتبط يعني بشكل أساسي يمكن في أمريكا وإسرائيل بالتحديد، كان متعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها هي الملف الأول، وأن الرئيس أعلن بشكل واضح أنه لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون الاعتراف بدولة فلسطين عاصمتها القدس، وبالتالي هو يضرب المخطط الاستراتيجي وفكرة خريطة الطريق الجديدة والشرق الأوسط الجديد. هو الآن يعني يبعثر أفكارهم ويؤكد لهم أن هذه الدول سوف تقف لهم بالمرصاد ولن تسمح إلا بالاستقرار، بالإضافة إلى طبعا أمريكا. بيننا وبينهم طبعا الكثير من التبادلات والمعاهدات الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات الفقر والتنمية وضرورة اطلاع أمريكا بدورها الكبير في هذه المشكلة. نعم. وفقا لما حدث لاتفاقية معاهدة السلام التي تجبر أمريكا طبعا على تقديم معونة غير مشروطة بالنسبة لمصر تتعدى حوالي 1.3 مليار دولار سنويا. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه القراءة التحليلية للمشاركة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم على وجودك معنا. نشكركم مشاهدينا، ما زلنا معكم في هذا الصباح، وأخبار الاقتصاد مع ميرفت مليجي بعد الفاصل، فكونوا معنا.